قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إننا نسير في الأردن بجبهة داخلية متماسكة خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث الموقف الرسمي والشعبي في تناغم وتلاحم دفاعا عن الأشقاء في فلسطين. حديث الصفدي جاء لدى رعايته فعالية بعنوان شكرا قيادتنا الهاشمية، نظمها مجموعة من الناشطين في محافظة الزرقاء بالتعاون مع مديرية الثقافة، حيث أكد أن أبناء شعبنا في حالة من الوعي والثبات لتفويت الفرصة على كل أصوات العبث، ملتحمين وموحدين وسندا وذخرا لجيشنا الذي يقدم كل يوم أعظم صور التضحية والصمود، مضيفا أن الأردن بقي على الدوام في طلعة المدافعين عن فلسطين، فكان جلالة الملك يقدم للعالم أجمع سردية الحق بوجه روايات المحتل المضللة. لقد جسد الأردن بمواقفه أنبل صور التضامن مع الأشقاء في القطاع، وسيبقى سندا وعونا لفلسطين، ولن تثنيه عن مواصلة دوره كل أصوات التشكيك، وعلينا المضي كما نحن على الدوام بجبهة داخلية متماسكة، حيث كان الموقف الرسمي والشعبي في تناغم وتلاحم، وسيبقى شعبنا العظيم بإذن الله في حالة من الوعي والثبات، مفوتا الفرصة على كل أصوات العبث، صامدا في وجه الريح، سندا وذخرا لجيشنا الذي يقدم كل يوم أعظم صور التضحية والصمود والفداء. وبكل فخر واعتزاز، فقد برهن شعبنا العظيم حالة كبيرة من الإدراك، متناغما مع موقف قيادتنا في رفض أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو تهجير أهلها، حيث يعد ذلك اعتداء على الحقوق الفلسطينية. وعلينا اليوم إدراك أهمية حديث جلالة الملك عبد الله الثاني حين شدد على أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية، وأن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية.